معانا تشكيل النادي الاهلي النهارده. علي لطفي لحراسه المرمى، ناحيه اليمين محمد هاني، ناحيه الشمال احمد فتحي، الاثنين اللي في القلب ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، قدامهم اثنين عمرو السوليه واليو ديان، ثلاثه اللي قدامهم حسين الشحات ناحيه اليمين، مجدي قفشه في النص، محمود كهربا ناحيه الشمال، وقدام جونيور اديه. علي لطفي حراسه المرمى، محمد هاني ناحيه اليمين، ناحيه الشمال احمد فتحي، اثنين في القلب ياسر ابراهيم وحمدي فتحي، اثنين اللي قدامهم عمرو السوليه واليو ديانج، ثلاثه اللي قدامهم حسين الشحات ناحيه اليمين، مجدي قفشه في النص، محمود كهربا ناحيه الشمال، وقدام جونيور اديه. البدلاء مصطفى شوبير لحراسه المرمى، صالح جمعه، وليد سليمان، اليو باجي، احمد الشيخ، شادي رضوان، محمد شكري، عربي بدر، محمد فخري. هنرجع نتكلم مع نجومنا الكبار في تشكيل النادي الاهلي ولكن بعد الفاصل.